محمد فريقه السابق طبعا. تلعب الكرة تصل إلى بايزيد العائد كذلك أو هنا طبعا توغي. ترجع لزوغرانا. جمال ديمبا العمري يبحث عن حلامية يفضل العودة إلى الحارس عبد اللطيف رمضان حارس السابق لشبيبة القبائل في ثالث مباراة له. كانت المباراة الأولى ضد مقرة ضد نجم مقرة هنا بملعب 5 جويلية بعدها ضد أتليتيك بارادو واليوم أمام اتحاد خنشلة. تيم طبعا أسامة صار في كرسي البدلاء. على ذكر كرسي البدلاء طبعا لتيم أسامة حسان خوجة عادل العرفي حميدي غزالة داو وكذلك مرزوقي. كرة في الوسط أحمد كاكا تصل إلى سعد نبيل تمشي لقدر أسامة. ترجع من جديد سعدو إلى القائد سامر عبد الحكيم قائد الفريق. تبادلات محاولة البحث عن المنفذ ومحاولة إيجاد الثغرة حتى يمر فريق اتحاد خنشلة إلى منطقة بلدية الجزائر ولكن سرعان ما تسترجع من أول خط دفاعي من نائجي. نصف ساعة تقريبا من زمن المباراة لم نشاهد فيها تقريبا الشيء الكثير باستثناء لقطات معدودة بينها لقطة الهدف الوحيد من زكريا نايجي. في الوسط محمد زوكرانا جمال ديمبا العمري ترجع لزوكرانا اللاعب من هناك يطلب الكرة تصله يندفع بها مباشرة ناحية الأمام البحث عن بلايلي. التبادل بين بلايلي وبين طاهر فتح الله المنتقل من هناك ناحية الجهة اليسرى. ترجع من جديد زوكرانا أو توغي لزوكرانا الآن يطلبها جمال ديمبا العمري محاولة الضغط. هيجي زكريا يرجعها. التبادل 1-2 بشكل جميل مع حليمية. محمد رضا ترجع له من جديد الكرة هيجي والتدخل أو طاهر فتح الله يلعبانها بشكل قصير. بلايلي بلايلي عنده الكرة بلايلي يحاول المرور المراوغة والركنية الثانية على التوالي للمولودية وليوسف بلايلي. هذه المرة هل سيلعبها مثل المرة السابقة أم أنه سيفضل إرسالها مباشرة نحو ناحية الإطار مثل ما عودنا عليه يوسف بلايلي. فعلا يفضل أن يلعبها في الإطار. حاول المباغة هذه المرة حاول المباغة هذه المرة ولكن الدقة لم تكن حاضرة بقدم يوسف بلايلي هداف البطولة. سفيان خضيرية الخروج من القوقعة ومن الحصار المفروض بصعوبة كبيرة ولكن سرعان ما تعود الكرة للمولودية. زكريا نايجي يلعبها بسرعة يوسف بلايلي ترجع له بطريقة ممتازة. التمريرات يوسف بلايلي قلما تخطئ مسارها حقيقة يملك مسطرة ويملك يعني دقة كبيرة وعالية. يوسف بلايلي يحاول المرور داخل المنطقة. يوسف يبحث عن الخطأ يبحث عن الخطأ الحارس قريب منه الحارس قريب من يوسف بلايلي. هذه المرة لم يحتج كثيرا. جمهور المولودية الحاضر بقوة كالعادة بملعب 5 جويلية يصنع اللوحات الفنية والأهازيج الرائعة مثل ما هو في تقاليده وأعرافه وتاريخه. صور جميلة جدا يحفنا بها أنصار المولودية أشناوة في كل مباراة في كل مواجهة بصمة وتوقيع يختلف عن المباراة التي تسبقها. كرة تلعب مباشرة زوغرانا ارتكاك الكرة واسترجعها بواسطة كمرود ولكن بلايلي بلايلي من هناك ترجع الكرة تسديدة موجودة. زكريا نايجي في الدقيقة 49 تقريبا في نفس التوقيت بداية المرحلة الأولى يعاود الكرة ويضيف الهدف الثاني للمولودية على حين غفلة من دفاعات اتحاد خنشلة 2-0 للمولودية بهذه الكيفية. زكريا العيجي القناص يبدو أنه استعاد حاسته التهديفية عاد إلى
هز الشباك من جديد وسجل هدفه الثاني ثنائي في هذه المباراة لزكريا العيجي في الصورة، اللاعب السابق لأتلتيك باردو. طبعا اللمسة جاءت من بليلي واللمسة الأخيرة كانت من زكريا العيجي بطريقة مميزة. نشاهد الأسيست الرايع يوسف بليلي دائما رقم 8 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم مع 10 أهداف. زكريا العيجي إذن كرة على طبق من يوسف بليلي، الهدف الثاني في المباراة، 6 أهداف لزكريا العيجي منذ بداية الموسم. التنافس يشتد بينه وبين يوسف بليلي وسفيان بايزيد صاحب 5 أهداف. إخراج الكرة وانطلاقة في هجمة مرتدة، استرجاع الكرة بسرعة، حاول تنظيم اللعب من هناك في دائرة المنتصف. الكرة خنشلية دائما توصلش الكرة إلى ماني شيموي، وانطلاقة للمولودية. يوسف بلايلي تمريرة ممتازة من هناك بطريقة ممتازة تصل إلى زكران، توزيعة حاضرة من هناك ولكن بعيدة تماما، بعيدة تماما من توكي. كرة من باكو ولكن جمال ديمبا الأمري موجود يخرجها إلى التماس مباشرة في الدقيقة 69. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، ترجع الكرة إلى الخلف، سامر في الوسط، ربيعي يفقد الكرة، بلايلي في المتابعة، أو هنا ربيعي هو اللي استرجع الكرة عفوا. سعدو قدر أسامة، سقط من قبل عناصر المولودية، خوف من ارتكاب الخطأ من جانب دفاع الاتحاد الرياضي الخنشلي. تلعب الكرة من قمرود محمد، ترجع إلى سومير في الوسط، من هناك تلعب الكرة سيداني العمري صاحب الخبرة والتجربة، يرسلها من هناك لسعدو. سعدو يبحث عن قدر أسامة، توصل الكرة أمام الرقابة، الضغط من حليمية، دفاع يخرجها، دفاع المولودية مثل ما جاءت بمبدأ إبعاد الخطر. هنا التبادلات والثنائيات والتفاهمات والانطلاقة من يوسف بليلي. اوي 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 اوي، بابا بابا، تمريرة جميلة يتمكن منها، تبقى الخطورة والكرة. نايجي وهدف الثالث للمولودية، الثالث للمولودية. إنه زكريا نايجي يبصم على الهاتريك في مباراة اليوم ويرد الاعتبار ويقترب من رقم يوسف بليلي. نايجي زكريا إذن رجل المباراة بامتياز، ولو أن يوسف بليلي كان خلف الهدفين الأخيرين حقيقة زكريا نايجي يقول كلمته اليوم في هذه المباراة ويسعد الأنصار أشناء الحاضرين بقوة بمدرجات ملعب 5 جويلية. يبصم على حضوره ويوقع ثلاثية وهاتريك سيبقى خالدا في ذهنه وفي ذهن أنصار المولودية، 3-0 برجل زكريا العيجي.